كذلك أيضا لا يكن شغلكم الشاغل ما يسمى بالجمعيات، فإنها باب شر على طلبة العلم وعلى السلفيين. تدخل الجمعيات فتدخل الأموال فتشتت جماعتنا وتفرق جماعتنا وتبدد جهودنا ويصير المال بيننا فتنة، هذا يقع في ذا وهذا يظن الظنون السيئة في ذا وهذا يميل مع ذا. إن أهل السنة قد ابتلوا من زمن قديم بالفقر، وأهل الحزبيين أو أصحاب الحزبيات هم أهل أموال. في الوقت الذي كان السلفيون يعلمون الناس في بيوت الله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: هم يطوفون من مسجد إلى آخر، ومن بلدة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، يجمعون الأموال بمسمى الجمعيات. والجمعيات لا تظن أنهم يحفرون آبارا أو يكسلون أمتاما، إن فعلوا ذلك فمن أجل التلبيس، وإلا الأصل. ماذا عندكم؟ سيارات عندكم هذه أصواتها؟ طيب بارك الله فيكم. أقول الحزبيون فيما يتعلق بالجمعيات هم يريدون أن يستميلوا السلفيين إليها ويخادعوا طلبة العلم: سنجعلك رأسا، وسنجعلك أنت الهيئة العلمية، وسنجعلك أنت الذي تسوس الأمور الدعوية، وما تدري إلا ضاع هذا الطالب في الوقت الذي كنا نؤمل فيه أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين، صار من ذوي الأموال. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي كفافا. وكان يمر عليه في أبياته وهي تسعة أبيات: الهلال والهلالان والثلاث أهلة، ولا توقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نارا. ولذلك ينبغي أن نتصبر وأن نحرص على هداية الناس، وأن تكون جهودنا متكاثفة في تعليم المسلمين دينهم، ونترك الجمعيات لأهل الجمعيات. أما نحن أصحاب دعوة وأصحاب تعليم الناس نحرص على هدايتهم، ولن يضيعنا الله عز وجل. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ويقول الله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الترمذي في جامع من حديث عمر بن الخطاب: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو جائعة وتروح شابعة. فإذا ينبغي ألا نستدرج إلى ما يسمى بالجمعيات، وصاروا يطوفون من مكان إلى آخر: جمعية كذا وجمعية كذا، جمعية كذا وجمعية كذا، وهكذا. نحن طلبة علم وأصحاب دعوة نعتني بتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما لنا وما للجمعيات. ثم بعد ذلك أيضا هو اختراق للسلفيين، ما تدري إلا وأدخلوا بيننا حزبيا ثريا صاحب أموال، بعد ذلك يأخذنا جميعا ذات اليمين وذات الشمال لأنه من ذوي الأموال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عياض كعب بن عياض: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف علينا الفقر، إنما خاف علينا زهرة الحياة الدنيا. ولذلك أيها الإخوة الفضلاء، لا تخوضوا في مثل هذه الأمور ولا تشغلوا أنفسكم بها، اعتنوا بتحصيل العلم النافع، واربطوا نفسكم بالعلماء الصادقين الكبار أشياخ السنة.